Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne Pro Français que du succès. قبل ما نتكلم على هذا البرنامج هذا وعلى هذا المقرر، بغيت غير نسجل بأنه جميع الشعب، علوم رياضية، علوم فيزيائية، علوم اقتصادية، علوم إنسانية، جميع الشعب والمسالك عندهم نفس المقرر في مادة الفرنسية. الاختلاف كان غير في المعامل فقط. إذا ندوزو بسرعة على المقرر مادة الفرنسية وغادي ندير اون بتيت بريزونطاسيون تو دابور كونسيرنون اون فا دير لي تخوا بيليي، الأركان الثلاثة الرئيسية ديال المادة الفرنسية في الباك ليبر. وغادي نبداو المحور الأول اللي هو لا بروميييغ باغتي اللي هي لي رومون، لي زوفغ أو لي رومون، كاين اختلاف بين الكلمتين. انتوما كتفهموا لي رومون أسهل، الروايات أسهل، نخدمو بلي رومون. تخي بيان، دونك كاينه البارتي الأولى لي رومون، غنشوفو من بعد لي ديتاي. دوزيام بارتي كاينه لا برودكسيون إكخيت، وكنعرفو بلي لا برودكسيون إكخيت كتمثل أونتر بارونتيز، لا جو لامي أونتر بارونتيز، واحد واحد شي حاجة كتخوف الطلبة، لا بيت نواغ كيما كيقولو. الامر اللي كيقتضي اننا نشرحوها مزيان ونتكلموا عليها شي شويه اليوم في هذه الحصه ديال اليوم. وعندنا لا تروزيام بارتي هما لي كور دو لونغ اللي كتعرفوا مزيان، اللي هي مجموعه من الدروس اللغويه المرتبطه باللغه الفرنسيه. تري بيان، دونك مانتنو غادي ديكورتيك ان تي بو تو سلا، غادي نديتايو هادشي شي شويه وغادي نبداو بلي غومون هما الاولين. نتكلم لكم على الغومون الاول اللي هو كونديد او لوبتيميزم ديال الكاتب ديالو لوتور كي فولتير. اول حاجه سكو فو دوفي روتونير دو دابور سي كو هاد كانديدو لوبتيميزم سي ان كونت فيلوزوفيك، حكايه فلسفيه اكثر من هذا، فجا في واحد السياق معين، واحد السياق معين اللي كون فا ديتاي ان كونتكست هيستوريك سوسيال بوليتيك ميم 30 ans avant la révolution française. دونك هاد الامر غناخدو بعين الاعتبار. الرواية الثانية حسب الترتيب دائما ديال وزارة التربية الوطنية عند المتمدرسين، الرواية الثانية هي il était une fois un vieux couple heureux، il était une fois un vieux couple heureux ديال الكاتب المغربي محمد خير الدين. محمد خير الدين الامر كذلك جا في واحد السياق معين كان كيعيش المغرب تحت الاستعمار او الاحتلال الفرنسي. عندنا الروايه الثالثه والاخيره اللي هي لو بير غوريو، لو بير غوريو ديال اونوري دو بالزاك. هاد الروايه هادي سكون دوا روتونير تو سامبلومون سي كو سي ان رومون رياليست، واحد رومون اللي هو اقرب للواقع او من وحي الواقع كما كنقول. تري بيان، هادو هما لي تخوا رومون، يعني زوفر، يكون اعم تكلموا بلي زوفر اللي عندكم ان شاء الله في امتحان ماده الفرنسيه. بالنسبه دائما كنتكلم على البكالوري احرار، كنتكلم على البكالوري احرار، يعني البكالوري احرار ماشي هما المتمدرسين. تري بيان، نشوفوا دابا لا دوزيام بارتي اللي هي لا برودكسيون اكريت. الوغ بور لا برودكسيون اكريت بيان سور اون با ديتاي ميتنون شنو هي لا برودكسيون اكريت، شنو هما لي ديتاي كيفاش نخدموها الى اخره، مي او موان انا غادي نتكلم لكم على واحد 3 بوان مهمين بالنسبه للبرودكسيون اكريت، خصنا نضبطوهم قبل ما نتكلموا على لي ديتاي دو سيت دوزيام بارتي. تري بيان، الوغ بروميير بوان سي كو فو ديفي سافوار كو لا برودكسيون ريبريزونت، لا برودكسيون اكريت ريبريزونت بور فو 50% دو لا نوت. الامتحان عليه 10، عليه 20 نقطة، 10 النقط كلها ديال برودكسيون كريت. كنقول هذا الكلام ماشي نهائيا باش تخافوا من لا برودكسيون كريت، نو او كونترير، سي باش تعطي واحد الاهتمام وتتقنها باش نهار الامتحان تكون واحد على الاقل واحد 50% دو لا نوت ميتريزي، يعني على بورتي في المتناول ممكن نجيبها. المادة أو بلوتو النقطة الثانية ديال برودكسيون كريت، خصنا نعرفو بأنه لما كتكون كتكتب برودكسيون كريت فدير في بالك سي كو سي أن تكست أرغيومونتاتيف، سي كو تو أون تران دو ريديجي أن تكست أرغيومونتاتيف. وهنا لو تكست أرغيومونتاتيف عنده كالكو كاركتير اللي غنشوفو، وعنده أون سول بوت اللي هو كونفانكر. كيفاش وهذا سا سكون فوا أبخي. بيان سور ديرني بوان سي كو هاد لا برودكسيون كريت أل دوا ريسبكتي سي فري لا فورم، أو نيفو دو لا فورم. D'accord, elle doit respecter
une telle forme mais quel qui se met le plan le plan ou alors qu'elle habite cette كلمة forme علاش parce que لمشيت sur internet وقلبت على la définition du plan mais quels sont les plans là هذا تقدروا تلقاو مجموعه ديال لي بلان وهنا الطالب يقدر يتلف ولا هذا دونك نتكلموا على لا فورم d'accord le fond هو le texte argumentatif et la forme هو le plan très bien donc الى ضبطنا هذا الشيء يبقى لينا واحد الامر مهم بزاف اللي هو لي كور دو لونغ مهم بزاف علاش انه بالنسبه للطلبه هنا كيوقع الخطا كور دو لونغ هي واحد المجموعه واحد عشرات الدروس اللغويه الفرنسيه وكيوقع واحد المشكل غنتكلموا عليه بخون ديتاي مي ان توكا سكو فو دوفي روتينير سي كو لي كور دو لونغ على مستوى الترتيب درتهم الترتيب لانهم عليهم واحد جوج نقيطات غالبا اون جينيرال فوز الافواغ توجور دو كيستيون اون جينيرال بارفوا اون كيستيون بارفوا دو كيستيون Et en général, c'est toujours la 7e, 8e question. Le 7e ou 8e qui est à la table des cours de langue. Et là, tu as tous les cours, les lignes. Ligne l'oula, les chutes d'abeille, il y a des figures de style, le champ lexical, les registres littéraires et les niveaux de langue. Très bien. Ligne tania, faire la focalisation, faire le discours rapporté, ou le discours direct, indirect, l'énonciation, le récit et le discours. Et la troisième ligne, la modalisation, la typologie du texte, le schéma narratif et la phrase complexe. Hedo. هما الدروس اللي كيتحطوا في السؤال 87 اون جينيرال مي ici je dois ouvrir une parenthèse et par la suite je vais la fermer laquelle c'est que هاد الترتيب عنده معنى لما كنقول لكم السطر الاول الثاني الثالث سي كو الفيغور دو ستيل باغ اكزومبل كيتحطوا تقريبا واحد 95% ديال الامتحان ضروري تلقى فيها فيغور دو ستيل الى مشينا باغ اكزومبل لا تيبولوجي تكست نقدروا نلقاو كتحط 5% ولا غير 10% بارفوا دونك هاد الترتيب عنده اهميه D'accord. Alors, on va travailler. Vous savez bien que même si n'importe quel étudiant a une volonté ou il est toujours dans l'obligation d'être encadré par un professeur. Quelque part. Donc, en général, c'est le programme du baccalauréat. Je vous ai parlé un petit peu en général. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, bien sûr, je vais vous souhaiter bon courage, pourquoi pas, pour les candidats du bac 2022, Inch'Allah. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.